تعد قناة السويس من أبرز القطاعات الهامة التي شهدت طفرة هائلة من التطوير والتحديث لأسطولها البحري القادر على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للسفن العابرة، والى جانب مشروعات التحديث والتطوير يجرى تزويد هيئة قناة السويس بوحدات جديدة لرفع قدرات الهيئة. كيان رئيسي لحركه التجاره العالميه وممر ملاحي يعد الاقصر والاسرع والاكثر امانا عالميا بسواعد وجهود المصريين، انها قناه السويس التي تؤكد الدور المهم الذي تقدمه مصر لكافه دول العالم، تحقيق الاستدامه في كافه قطاعات الدوله يعد الهدف الرئيس والابرز للقياده السياسيه من اجل استمرار النجاح والتطور وهو الامر الذي يتطلب التحديث المستمر وتعد قناه السويس احد القطاعات المهمه التي شهدت طفره هائله من التطوير والتحديث لاسطولها البحري القادر على تقديم كافه اوجه الدعم اللوجستي للسفن العابره يتميز الاسطول البحري لهيئه قناه السويس بالقوه والتنوع للمعاونه في عبور السفن خاصه بعد انضمام الكراكتان الاكبر بالشرق الاوسط هم الكراكه مهاب مميش والكراكه حسين طنطاوي حيث يسهمان في الحفاظ على اعماق القناه وتنفيذ المشروعات ويبلغ طول الواحده منهما أكثر من 147 متر وعرض 23 متر وعمق أكثر من 7 أمتار وغاطس أكبر من 5 أمتار فضلا عن أربع قاطرات جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية من طراز مصاحب بقوة شد 70 طن وبسرعة 13 عقدة كما زودت قناة السويس أسطولها ب10 لانشات متطورة لاستخدامها في عمليات الإرشاد وانضمت للقناة ثلاث وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولي مصنعة من الألمنيوم وهي الوحدات الاولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط تعد جهود تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة واحدة من أهم الجهود لرفع التصنيف الملاحي لقناة السويس التي لا تدخر جهدا لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة والتعامل باحترافية مع أي أزمة طارئة مثل ما حدث في جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن من خلال إمكانياتها الذاتية بالاستعانة بكراكتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة مشهور والكراكة العاش من رمضان فضلا عن جنوح سفينة المواد البترولية التي كانت ترفع علم سنغافورة وتم إعادة إبحارها في وقت قياسي لتؤكد قناة السويس قدرة الدولة على إدارة الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم